بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة جامعة الملك خالد قسم الهندسة المدنية المستوى السابع، أهلا ومرحبا بكم مع كورس السويل ميكانيكس وشابتر 7 الإيرث بريشر. طبعا أول جزء في الإيرث بريشر، إحنا يعني إيه كلمة إيرث بريشر وإحنا ليه إحنا بندرس الإيرث بريشر؟ طبعا زي ما انت شايف لو انت ما درستش الضغط الجانبي للتربة ممكن تحصل مشاكل كتيرة جدا للحوائط اللي هي السندة او للشيت بايل وول او للكباري، لان التربة ضغطها الجانبي بيبقى ممكن قيمة عالية بتبقى اهم من انت تدرس الاحمال الرأسية. طيب ايه الابليكيشن اللي احنا ممكن نتكلم عليه في الايرث بريشر؟ طبعا الهاي واي، لو انت عندك بيت بالشكل دوت ومبني على تربه وما حطيتش الريتيننج وول ديت، فبالتالي كل التربه دي هتنهار هنا، فاحنا بنحط الريتيننج وول اللي انت شايفه ده. السؤال بقى الريتيننج وول ده هل بتتصمم زي الاعمده على احمال راسيه من فوق لتحت؟ لا، هي بتبقى بتتصمم على الايرث بريشر اللي عليها. حاجه تانية، انت دلوقتي بتعمل برج مش طريق ولا حاجه، وعملت في البرج دوت عندي دلوقتي في بدروم، البدروم 3 4 ادوار تحت الارض، الاحمال الرأسيه مش هي المشكله عندي في الحيطان ديت، امال ايه المشكله في الحيطان ديت؟ مشكله في الضغط الجانبي بتاع السويل دوت، ده بيأثر جامد. طيب عندي لو في مترو او في عندي مترو انفاق، ايه اللي بيحصل؟ انت عندك ادي الايه، لو عندي مثلا قطر ماشي هنا او عربيات ماشي هنا، فبالتالي ده نفق اهو، شايف النفق التانل ده، الايرث بريشر بتاع السويل اللي هنا هو ده اللي بيبقى فيه مشكله تعمل على الحيطه اللي عندي هنا. دي بعض التطبيقات بالنسبه لحساب الايرث بريشر وليه احنا بندرس الايرث بريشر بتاعنا. ان شاء الله في الحلقات القادمه هنبتدي نشوف ازاي نحسب الايرث بريشر.